تقول: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم، هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟ أدى الحج أو العمرة؟ العمرة. العمرة ليس لها وداع على الصحيح، وإنما الوداع الواجب للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لحديث ابن عباس: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالوداع إنما يجب في حق الحاج، وأما المعتمر فإن طاف للوداع فلا بأس، وإن لم يطف فلا حرج عليه. نعم.